ألفارو موراتا مهاجم ريال مدريد الشاب يحسم مستقبله حسب صحيفة ماركا. الصحيفة الإسبانية كشفت أن إدارة جوفنتوس الإيطالي حسمت صفقة ضم اللاعب مقابل 22 مليون يورو بعد الاتفاق معه ومع إدارة النادي الملكي. موراتا الذي فضل اليوفي على العديد من الأندية التي رغبت في ضمه عبر عن سعادته الكبيرة في اللعب مع نادي عملاق وبتاريخ كبير مثل السيدة العجوز. المهاجم الإسباني الشاب سيصل إلى تورينو في غضون الساعات المقبلة من أجل خضوع للفحص الطبي قبل التوقيع على عقده الجديد. إدارة أنييلي تسعى من جهة أخرى إلى حسم صفقتي باتريس إيفرا ظهير مانشستر يونايتد وخواني توربي موهبته لاس فيرونا خلال الأسبوع الحالي.